في انتظار مزيد من اجابات حضراتكم لكن دلوقتي ميعاد موجز لأهم الأخبار مع منى شكرا شذلي الثامنه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان اللقاء تناول التباحث بشان اخر مستجدات القضيه الفلسطينيه حيث شدد الرئيس السيسي على اهميه تكاتف كافه الجهود خلال المرحله الحاليه من جانبه اعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثه والمساعيها المشكوره في دعم القضيه الفلسطينيه اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقه الجزائر وشعبها من علاقات تاريخيه وثيقه ومتميزه على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفتره المقبله في كافه المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجيه الجزائري رمطان العمامره الذي سلمه رساله خطيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت الدعوه للمشاركه في القمه العربيه المقبله بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان اللقاء تضمن التباحث بشان افاق العلاقه الثنائيه وتبادل وجهات النظر بشان قضايا اقليميه تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة المقرر انطلاقها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد أكثر من عشرين فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشركة البناء الهادفة لدفع التحول في قاره افريقيا وتحفيز العمل المناخي وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القاره نفى البيت الابيض وجود مؤشرات ان الاسلحه التي اشترتها روسيا من كوريا الشماليه قد شقت طريقها الى ساحه المعركه في اوكرانيا وقال المنسق الاستراتيجي للاتصالات بمجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي انه ليس لدى الولايات المتحده ما يشير الى ان عمليه الشراء قد تمت بالفعل حتى الان مشيرا الى انه من الصعب تحديد الشكل الذي ستبدو عليه في الواقع وأضاف كيربي أن شراء روسيا تلك الأسلحة مؤشر على مدى معاناة مؤسساتها الصناعية الدفاعية نتيجة الحرب الأوكرانية يجري يجري الجيش الامريكي اليوم اختبارا لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات واوضحت وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون ان قياده القوات الجويه للعمليات العالميه ستجري هذا الاطلاق التجريبي للصاروخ من 3 من محطه فاندنبرغ للقوة الفضائيه في ولايه كاليفورنيا واضاف البنتاغون ان هذا الاطلاق يعد اختبارا روتينيا مخططا له من قبل ويتماشى مع اختبارات سابقة وهو يستهدف التحقق من فعالية واستعداد هذا النظام الصاروخي <applause> اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لستراس والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أول مكالمة هاتفية بينهما على ضرورة حماية السلام في أيرلندا الشمالية وقالت تراس إن لندن ستعمل مع واشنطن لمعالجة المشكلات الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا هذا واتفق الرئيس الامريكي ورئيسه الوزراء البريطانيه الجديده على تجديد التاكيد على العلاقه الخاصه بين البلدين واعرب عن استعدادهما لتعميق تلك العلاقات ورياضيا حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه اشبيليه برباعيه نظيفه في المباراه التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بسخوان في اطار الجوله الاولى للمجموعه السابعه من دوري المجموعات بدوري ابطال اوروبا واحتل مانشستر سيتي بهذا الفوز صداره المجموعه برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف امام بروسيا دورتموند الذي تغلب على ضيفه كوبنهاجن بثلاثيه نظيفه وفي مباراة أخرى حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه سالتك الإسكتلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دور المجموعات بدور أبطال أوروبا نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل